بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اتمني ان وجهه نظري النهارده توافق وجهه نظر حضراتكم وان تكون فعلا الحلقه مميزه زي ما انا بخطط ليها ويعني اشوف لايكات كتيره والناس اللي بتشوفني لاول مره تشرفني بالاشتراك في القناه هنتكلم على البلح البرحي اللي كان بيزرع في السعوديه والعراق النهارده بيزرع في مصر هنقول اماكنه والبشاير منه ب 50 وب 60 جنيه وهنتكلم على الرمان احلى محافظه بتزرع الرمان اسيوط في منفلوط والبداري وطبعا رمان منفلوط الاحمر من جوه عموما رمان بشاير ب 15 جنيه هنتكلم على ارتفاع اسعار الطماطم اللي بنتكلم عليها من الاسبوع اللي فات، النهارده الطماطم وصلت 180 و200 جنيه، العدايه ل 20 كيلو يعني في السوق الجمله ب 10 جنيه، جايب لكم البطيخ، الناس اللي بتسال على البطيخ، ده دلوقتي اوان بطيخ سينا. يعني كان الاول اسوان وبعدين صحراء واسماعيليه لغايه ما وصلنا لبطيخ سينا والناس اللي بتسال على العنب الكريمسون جبت لكم العنب الكريمسون وهقول لكم اسعاره وزي ما قلت لكم قبل كده احلى ورق عنب هو ورق عنب الكريمسون وهو اللي بينزل اخر ورق عنب في الفتره دي واقول لكم اسعاره ايه وهنتكلم كمان مع سامح سامح النهارده هيكلمنا عن السمك ان السمك طبعا الموسم هيبدا الشهر الجاي ان شاء الله لمده 8 شهور ده موسم السمك موسم طويل، سامح هيكلمنا على انواع الشعور، الشعور الاصلي والشركسي والبنقص والدريني والمحسني. رحنا لسوق الخضار ونكلمكم على اسعار سوق الخضار. النهارده البتنجان الرومي ب 4.5، الفلفل الشطه من 7 ل 8، الجزر من 130 ل 140 الفلفل الشطه الحمراء من 4 ل 7 جنيه والشطه الحمراء الرومي من 4 ل 8 جنيه الباميه العياط ب 15 والصعيدي ب 22 والشرقيه من 25 ل 28 طبعا الباميه الشرقيه اللي هي الباميه الخضراء البتنجان العروس بأربعة ونص الليمون من خمسة لسبعة وليمون البحيرة القديم اللي هو فيه عصير كتير من خمستاشر لعشرين جنيه يمكن الكاميرا تيجي مرة تانية على الكوسة اقول لكم ان الكوسة بقت بسبعة جنيه والبتنجان العروس باربعة ونص والمخدد باربعة ونص والابيض ب أربعة آه وربع لكن الطماطم الطماطم النهارده في اسعار من 130 ل 160 و170 في آه زرع معين وفي آه زرع جودته عاليه وصلت بالفعل الطماطم ل 180 جنيه و200 جنيه في سوق الجمله يعني الجمله بتاعتها النهارده 10 جنيه الليمون قلت لحضراتكم آه من 5 ل7 الفلفل آه الرومي اللي قدامنا ده من خمسة لسبعة جنيه الفلفل الرومي البطاطا نزلت سعرها شوية كانت بتمانية بقت من خمسة لستة وبطاطا العلف من اتنين ونص لتلاتة ونص البطاطس كمان سعره نزل شوية النوالة بتسعة جنيه والتبريد بتمانية وربع والبصل كمان سعره نزل شوية من اربعتاشر لخمستاشر البصل الأحمر والأبيض بسبعتاشر كمان الثوم ابتدى ينزل شويه قلت لحضراتكم بعد كده ممكن الثوم لو اخذ منه الفلاح علشان التقاوي هيبتدي يعلى إيه تاني لكن النهارده الثوم الابيض من 17 ل 18 والروس ب 20 والفصوص ب 25 والثوم الاحمر من 28 ل 30 جنيه. الباذنجان المخدد ب 4.5 وقلت لحضراتكم ان الكوسه ب 7 جنيه كانت ب 8 و10 آه نزلت الكوسه شويه واعتقد ان هي ممكن تنزل مع ارتفاع درجه آه الحراره الليمون قلت لحضراتكم من 5 ل 7 جنيه الجزر آه نزل شويه من 130 ل 150 طبعا اللي متابعنا آه على القناه عارف ان الجزر ما فيش جزر في الارض دي جزر ثلاجات وسواء فرنساوي او ياباني البطاطس ما فيش بطاطس في الارض دي آه برضو آه من ثلاجات او آه النواله واتكلمنا كتير عن ان الفلفل آه ممكن يكبر شويه صغيرين في ال آه طب نشوف سامح هيقول ايه الشعور ده حجمه صغير ليه كده سامح؟ هو ده البلد السويس بتاعنا اه بتاع الغردقه البلد الصغير ده كله ما واحد اه بيبقى ايه؟ 80, 80 أوه كيلو منه 80 تمام ما شاء الله في حاجه زي كده عم اسمها درين ومبطره اه الدريني يعتبر برضو من الشعور ده مشوي ومقلي يعتبر من الشعور ثاني اه من فصيله الشوخ طالع منه و... حاجه برضو اسمها شعور ما شاء الله والدريني عامل كام؟ الدريني بيعمل 60 الشعور الاصلي الكبير بقى بكام يا الشعور ممكن يعمل 200 220 الشعور الصنار الحر الاصفر اه في المصري ممكن يعمل 150 160 ما شاء الله ما شاء الله في الدنيس بتاع الكنال ده سيبدا البلدي ده ما شاء الله الدليس بتاع الكحله بتاعته كده بتبقى خفيفه وبيدي قطعه سوداء من هنا اه النساء الختم كده الختم زي البول اللي مكتوب بالاصفر كده ما شاء الله في اللطعه الصفراء كمان في كمان يعني أوه. يعني في برضو هو كل كده تلاقي ايه عليها ختم كده على القناه ما شاء الله بكمل دينيس القناه ده دينيس بيعمل 150 150 القناه بيعمل 130 120 شم رحنا يا جماعة لسوق الفاكهة لكن الناس اللي كانت بتسألني هو سمك المزارع وحش؟ لا طبعا سمك المزارع مش وحش بس ده ليه أكل وده ليه أكل هنتكلم إن شاء الله في فيديوهات تانية على أكل سمك المزارع وسمك البحر والسمك البلدي ده العنب الكريمسون بيبقى أحمر وطويل شوية قد عقلة الصابع على فكره الكريمسون مصر زرعت منه النوع الاصفر او الاخضر لكن السوق المصري ما تقبلهوش وتقبل اكتر السوق المصري العنب الكريمسون التين المنيوي سواء بالزرع في المنيا نفسها او في الصعيد عموما لغايه الجيزه والهرم اعلى اسعار في التين المنياوي التين الاصفر اللي قدامنا ده طبعا يعني مسكر وجميل جدا كلنا عارفينه ب 30 و 35 جمله يا جماعه شوفوا ادي انواع التين اهي التين البرشومي التين البرشومي دايما السبت بيبقى فيه حبتين اتنين بس فوق بعض يعني الا هجيبلك الوقت يعني التين يكون جامد شويه تعرف ان ده مش حلو او مش مسكر اوي فى او السبت او الصندوق بيبقى فيه تين كتير لكن التين الحلو الغالي تعرفه من الصندوق اللي هو محطوط فيه تلاقي الصندوق محطوط فيه اتنين فوق بعض اكتر من كده طبعا بيكسر بعض خالص الموز المغربي والبيكو والبلدي من 9 ل 12 جنيه، التفاح وجميع انواع التفاح المصري سواء كان تفاح الحمام اغلى تفاح اللي هو اللون بصوا ده تين اهو برشومي كتير على بعضه لما تلاقي الراجل حاطط التين كده كتير على بعضه تعرف ان هو ايه جامد شويه وهيبقى سعره اقل مش مسكر ومش معسل زي ومستوي زي اللي هو اتنين على بعض. الرمان كل سنه وانتم طيبين اسيوط نزلت رمان البداري اللي عايز يشوف رمان بتاع السنه اللي فاتت علي القناه هيلاقي فيديوهات اللي الرمان منفلوط والبداري رمان البداري بيبقى ابيض والحبايه بتاعته بتبقى بيضا وسعره بيبقى اقل ما بيحمرش كتير وما بيبقاش مسكر كتير لكن البداري ما شاء الله هنكلمكم عنه وعن اسيوط وازاي بتصدر الرمان لبره واسعاره وقت التصدير بتبقى عامله ايه. البرقوق يا جماعه اللي بيسالني البرقوق الاصفر البرقوق الاصفر ده اسمه ياباني لكن بيزرع في مصر وكان في طبعا السانتروزا واليود وحاليا الموجود ده الافريقي الفاتح والغامق دايما بقول لحضراتكم ان الغامق سكره اقل شويه فزيه زي العنب البلاك يعني يفيد مرضى السكر اكتر من الفاتح بيبقى سكره كتير الكميترا الخشابي والكمثرى الثلاجه أه برضو اقول لحضراتكم برضو كل سنه وانتم طيبين هو بقى اكتر من 15 يوم او 20 يوم بشرت في في الاسواق البطيخ ده بطيخ سينا وسعره بينزل طبعا في اخر الموسم بيوصل ل تقريبا وخمسة جنيه ما بيكبرش بيبقاش منه الزيرو والواحد واثنين وثلاثة عن الأحجام اللي احنا شايفينها لكن ما شاء الله بيبقى معسل جدا برضو متابعيني على القناة دايما بقول في أول الموسم اللي ما كانش البطيخ الجيزة اللي شبه البطيخ البلدي بيلحق الاسكاتا والاسكاتا يعني درجة أقل جودة لكن الحمد لله رب العالمين اللي بيطلع عندنا بعد درجة الحرارة البطيخ بتاع سينا اللي قدامنا ده وبيبقى جودته عاليه واللي بيحب البطيخ ويعني ما اكلش منه كتير يتفضل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته